بسم الله الرحمن الرحيم. نراجع بأمر الله تعالى امتحان الجمعة بتاعنا اللي هو الامتحان التام لينا السنة دي. بسم الله ونصلي على رسول الله ونركز قوي في الجمل، كان امتحان محترم. الجملة الأولى بتقول voluntary work، العمل التطوعي كان a difference. قلنا a difference بتساوي كلمة a change. a change قلنا a change و difference يعني اختلاف، والاسمين دول عايزين make. تاني جملة voluntary work، العمل التطوعي can make a change او difference to. معنى الكلام بقى ممكن يجي لي تاني او يجي لي سؤال بشكل تاني على to. voluntary work، العمل التطوعي can make difference to، يصنع اختلافة لي او في. طبعا بتتقال في بس بتتكتب to. يبقى تاني voluntary work، العمل التطوعي can make a change a difference to كذا. رقم اتنين the study، الدراسة will be carried، will be carried او ستنفذ over على امتداد a 6 months period، فترة زمنية قدرها 6 اشهر. الادي بتاعت period اما دي صفة. رقم 3 people are lying، الناس اللي بتكذب tend to، يميلوا الى، بيميلوا الى avoid، ان يتجنبوا eye contact، التواصل البصري tend to يعني يميل الى. 4 has she finished her homework، ده سؤال، والطبيعي ان سؤال المضارع التام عايز كلمة يت، بس ان يت ما تنفعش. ليه؟ لان لو بصينا على الاجابة، الاجابة بتاعتي الغرض منها دهش وتعجب، عشان كده تبقى already. رقم 5 نركز since، عايزك لما تشوف since فكر فيها انها بمعنى منذ او بمعنى بسبب. منذ اعرف ان لو تبقى بمعنى منذ عايز قبلها مضارع تام، عايز قبلها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط، عايز قبلها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط. غير كده اي ازمنه تانية يبقى بمعنى بسبب. تعال ادي سينس عايزها بعدها ماضي بسيط ونعيد تاني مضارع تام، هنا بقى مش بمعنى منذ، هنا بمعنى بسبب. سينس ذا انفينشن اوف ذا انترنت، قالك بسبب اختراع الانترنت اي ستوبد، انا بطلت باينج اشتري نيوز بيبر، يعني امتنعت عن شراء الصحف او الجرايد. رقم 6 our house بيتنا وزروبت اتسرق last night since عايزة قبلها مضارع تام وماضي بسيط، لو بمعنى منذ هنا ما فيش مضارع تام، اذا هنا بمعنى بسبب. يبقى our house بيتنا اتسرق بسبب we forgot، نسينا نقفل الباب، اذا غلق الباب لم يتم، اذا تو فعل في المصدر. رقم ثانية واحدة رقم 7 ذا رانر مانج تو، قال لك الزمان ذا رانر العداء مانج تو تمكن تو نوت ذا اولمبيك وورلد ريكورد، الرقم العالمي الاولمبي، اذا هنا حطم الرقم العالمي، تمكن من تحطيم الرقم العالمي، اذا بيت او ممكن نقول ست او بريك يحطم الرقم القياسي. رقم 8 يو كود موف، انت تستطيع او انت يمكنك move to an English country if you want to practice it، لو عايز تمارسه. هنا معلش في اس بدل السي دي. You could move، انت يمكنك ان تنتقل الى an English speaking country، دولة تتحدث اللغة الانجليزية، دولة بتتكلم. مادام انت عندك الغير عاقل ده لو في جملة يقدر يعمل حاجة حط ان جي، دولة تتحدث يقصد اهلها. اصل الجملة قال لك a country which speak، اصلا a country which speak. رقم 9 damage to the ozone layer، طبعا الضرر الذي يتم في طبقة الأوزون has caused a change، سبب تغير in weather patterns، طبعا في أنماط الطقس patterns، أنماط الطقس دي conditional if شرطية من ظروف أو حالات. رقم 10 عمر تنس for 5 years، قلت لك بدام في 4 وراء مدة زمنية، اعرف ان عايزين مضارع تام مستمر او ماضي تام مستمر، مضارع تام مستمر، ماضي تام مستمر، محتاجين تام مستمر. بس جملة المضارع مضارع وجملة الماضي ماضي، ادي عندي كلمة got لا ماضي، بدل ماضي يبقى عايز ماضي تام مستمر، يبقى had been playing. كلمة got لو كانت gets كانت تبقى has. رقم 11 دكتور مجدي يعقوب is the world's الملكية، وده ما عندنا الملكية مش عايز طبعا ذا نهائي، اذا اختار يا اما بيست يا اما مصر. هنا بقى بص
ما ينفعش اقول لك وورلدز بيست فيموس هارت سيرجن جراح قلب، ولكن ناخد كلمه مص لان فيموس صفه طويله، والصفه الطويله كانت عايزه مص، احنا يعني شلنا ذا بس بسبب اسم الكلمه، يبقى ذا موست فيموس وشلنا الذا اللي هي ذا موست. رقم 12 I don't spend as ادي as لو جيت بصيت في جمله as ركز وحياه امك as دي عايزه الصفه الاصليه اللي انت تختارها as عايزه الصفه الاصليه الاصليه يعني مجرده من اي اضافات. اذا ما تنفعش less ولا تنفع more. الصفه عندي الاصليه many وماتش، بس many وماتش هتتحط حسب نوع الجمع. اذا as ريحت جزء، والماني هتختار جزء الثاني، والماني جمع لا يعد هنختار ماتش. رقم 13 You cannot and have a cold drink وتتناول مشروب بارد. switch off وswitch off هنا بتساوي كلمة take a rest، هنا switch off لا بمعنى يطفي جهاز، هنا بتساوي take a rest يعني تاخد قسط من الراحة. رقم 14 ذوث هؤلاء هو قالك procrastinate طبعا بي يأجلوا. What should be done ماذا يجب أن يفعل؟ to a later time إلى وقت تاني، والبلوزرز هيكونوا خاسرين. رقم 15 التاني يسترضي الساعة 10 امبارح I not my kitchen sink حوض المطبخ ريبيرد بيتصلح. أدي عندي يسترضي ماضي وحدد الفترة الزمنية في الماضي، يسترضي ماضي وحدد الفترة الزمنية ماضي، إذا ده ماضي تام مستمر was having. رقم 16 production standards مستويات الانتاج are not high ادي هاي وعندي دي كلها صفات، قلت لك لو في صفاتين ورا بعض قلنا نزود ده الواي. طبعا مستويات الانتاج كانت عاليه impressively بشكل مبهر. رقم 17 she won award انها منحت انوات تو كولومبيا يونيفرستي scholarship منحت منحه الى جامعه كولومبيا. رقم 18 جميله There is no doubt ليس هناك شك about عن جنس. جملة دي حلوة about جنس about دي لو كانت ذات دي هنا مع about اعرف ان دي اسم الكي، لكن لو كلمة about كانت ذات اعرف ان جنى ايه الابوصف ديت هي is. خلي بالك تاني There is no doubt ليس هناك شك about عن جنس suitability جنس suitability for the job جنس suitability جنس suitability يعني مناسبة جنى للوظيفة، لكن لو حطينا بدل about that جنى is suitable ان جنى تكون مناسبة، لان ذات عايزة جملة كاملة حلوة. جملة 18 جملة حلوة. 19 I not my own computer for ادي عندي فور وراها مدة زمنية وعندي بيفور ادي ماضي ما دام مده زمنيه، يبقى يا مضارع تام يا تام مستمر يا ماضي تام مستمر يا مضارع تام مستمر. اذا اختار هاد بين هافينج هنا غلط بقى ما ينفعش. ليه؟ لان انت عندك هاد وهاف اسف عندك هاف لو بمعنى يمتلك ما ينفعش تحط فيها ازمنه مستمره افعال شعور واحساس، يبقى اي هاد هاد بين هافينج غلط. انت عندك فور مده زمنيه بس الفعل ده افعال شعور واحساس بمعنى يمتلك، بدل بمعنى يمتلك ما ينفعش احطه في زمن مستمر، لكن لو جه بمعنى يتناول ماشي ما فيش مشكله. رقم 20 باي ذا ايدج اوف 7 هنا باي ذا ايدج ات ذا ايدج سينس ذا ايدج حسب وزي ده هنا عندي ماضي تام، هنا ماضي تام، اذا انا ساعدتك اختار كلمه باي. طبعا انا زرت العديد من الدول الاوروبيه قبل عمر السبع سنين. This training is meant to خلي بالك قالك هذا التدريب من المفترض to make young people ان يجعل الشباب more employable يعني قابلين للتوظيف بشكل اكبر، قابلين للتوظيف employee يوظف employers صاحب العمل employees طبعا الموظفين. رقم 22 احمد ذي سويت تانج مسليد يعني لخبط طبعا us into thinking يعني ضللنا وخلانا طبعا نفهم طبعا us into thinking he is rich ان هو طبعا ضللنا يعني طبعا لسانه الحلو خلانا نتلخبط وضللنا وخلانا نفكر ان هو غني. رقم 23 ذا توكس الحوارات between ذا تو كانتريز ار فيري سيجنيفيكانت يعني رائعه فور ذير
ايكونوميز طبعا للاقتصاد بتاعهم رقم 24. قال لك unless اذا لم we conform it. اذا لم نلتزم to laws. كلمه conform conform يلتزم يلتزم كلمه conform كلمات الوحده الثانيه unless اذا لم نلتزم بالقانون life الحياه ستكون امس فوضويه. جمله حلوه رقم 25 regret. قلنا regret لو جمله بتعبر عن ندم يبقى ing هتقول خبر سيء تو فعل في المصدر. We regret not you that the train in القطار سيتأخر. إذا الخبر سيء يبقى to inform. رقم 26 she gets not if her husband looks at another woman. طبعا jealous إنها بالتغيير طبعا هي بتكون غيورة أو تصبح غيورة لو جوزها بص لواحدة تانية. رقم 27 I stopped أنا توقفت a shower to refresh myself عشان أنعش نفسي. إذا الراجل ده كان قاعد يعمل حاجة ومستمر فيها وتوقف لكي يستحم to take a shower. انا توقفت عشان اخد دوش. توقفت عليه ما نعرفش بقى مالاش. رقم 28 he used to be a famous actor. ادي قاعده used to تفسيرها مع verb to be. تلك تفسير قاعده to used to اي فعل اي فعل ايا كان اي فعل ايا كان ما عدا verb to be don't or doesn't. verb to be am with ايه ار منفية او مثبتة. He used to be a famous actor. هو كان معتاد ان يكون طبعا ممثل مشهور. But ولكن not isn't anymore. خلي بالك any. طبعا بتكلم في verb to be. ما تنفعش لا doesn't ولا does. اذا isn't is. هنا بقى المشكلة في الجملة. Isn't now. وكلمة anymore بتأكد ان عايزة جملة منفية. رقم 29. While I not. While عايزة بعدها ماضي مستمر. لو هناك ماضي بسيط. بس وايل اي ما ينفعش was being لان اتفقنا was being عشان تعط عايز بعدها تصريف تالت عشان كده ما تنفعش. اذا ده كده غلط يبقى العلي بتاعي was. رقم 30 my friend spanish for اسباني for 6 سنين ست سنين وعمل فلوسهم. he no longer learns it وما عادش بيتعلمها. احنا قلنا لو الحدث مع for لو الحدث ما زال مستمر حتى الان مضارع تام. لو الحدث انتهى ماضي بسيط. اذا المشكله بين دي ودي المشكله بين دي ودي فور بقى تحكم تاني جزء تاني اسف اللي يحكم. اذا لو الحدث ما زال حتى الان الحدث ما زال حتى الان مضارع تام انت ماضي بسيط مع فور. هنا بقول لك ما عادش بيدرس اذا ما ينفعش مضارع تام اذا ماضي بسيط. رقم 31 ذا كوما سيمي كولن اند كولن ار يو تو سادم تو انديكيت طبعا للاشاره الى بوز وقفه. رقم 32 ا كويستشن مارك علامه الاستفهام از يوز تستخدم at the end of interrogative sentence الجمل الاستفهامية. رقم 33 use been studying to mark لكي نحدد non-defining clauses. وان non-defining clauses اللي هي الجمل اللي بتتحط في ضمير الوصف اللي هي الجمل الغير هامة الجمل الغير هامة اللي احنا بنورثها باتنين كوماز. اذا بنحتاج كوماز. رقم 34 is used between two sentences جمل when the second sentence لما الجملة الثانية جاتسفاي بتبرر الجملة الأولى طبعا بنتكلم في الكولن. Which of the following is punctuated correctly أي من التالي معمولها punctuation صح. لو جينا بصينا طبعا الجملة رقم سي غلط علامة استفهام الجملة رقم بي غلط الكولن معطوطة غلط ودي غلط الإجابة عندي رقم A. 36 يوز بنستخدم كذا ومعلش السؤال ده بقى رزقكم اتكرر تاني تبقى كومز. نيجي بعد كده للترجمة. الترجمة لقد تغير مفهوم التعليم الحديث من الحفظ والتلقين إلى التفكير النقدي. نرى جملة the concept لا طبعا مفهوم أو مبدأ of education has changed recently from critical هو بيقول لك من الحفظ والتلقين إلى إذا دي كده غلط. ورقم B the concept of modern education has changed from memorization modern change مش قال التعليم الحديث ولكن مؤخرا التعليم اذا دي كده غلط. رقم سي the concept of education has changed recently دي اللي صح على فكره. ورقم دي غلط the concept of education may change قد يتغير بيقول لك هو تغير مش لسه هيتغير. with a word بكلمه we can build ممكن نبني دوله with another we destroy the civilization man has achieved الحضاره التي حققها الإنسان عبر العصور.
بكلمة واحدة يمكننا أن ننشئ دولة، وبكلمة أخرى ننشئ الحضارة. طبعا دي غلط. رقم بالكلمة نادي وطن، وبأخرى نبني حضارة التي أسسها، هو أنجزها مش أسسها. الإجابة هي اللي صح، يبني الإنسان وطنه بكلمة، وطنه غلط، قال لك بيبني الحضارة مش هنا، قال مش وطنه، ده بيبني دولة. نيجي بقى للقطعة ونركز قوي في القطعة، حلوة جميلة ولذيذة. قصة بسم الله يا بركة، بسم الله. In front, آسف، Japan's most famous dog، طبعا كلب جابان الأشهر أو أشهر كلب في اليابان. In front of enormous، طبعا أمام enormous شيبويا ترين ستيشن، أمام محطة كذا، شيبويا ديت في طوكيو. There is يوجد a life size bronze statue، في تمثال لكلب في الحجم الطبيعي، يعني في تمثال، التمثال ده معمول طبعا لكلب بنفس الحجم الطبيعي للكلب. Even though على الرغم من ان التمثال is very small، صغير، it isn't difficult، ليس من الصعب to find، على الرغم ان التمثال ده صغير بس طبعا مش صعب ان انت تشوفه او تلاقيه. It has been used as a meeting point، قال لك بيستخدم كنقطة التقاء، يعني الناس بتتفق تتقابل عند التمثال ده منذ عام 1934. And today واليوم you will find، ستجد hundreds، مئات الناس waiting there، بتنتظر هناك طبعا for the friends، بيستنوا بعض to arrive، يوصل. Just look for the crowds، بص بس على الحشود هناك، يعني عشان تصدق الكلام ده هتلاقي فعلا ناس كتيرة بتتقابل هناك. المهم هاتشيكو ده اسم الكلب، هاتشيكو ان اكيتا دوج، ان اكيتا دوج، كلب اكيتا وزبورن، اتولد في عام كذا، اند بروت، وجلب الى طوكيو في عام كذا 1924. هيز اونر، طبعا المالك بتاعه يعني صاحبه المالك بتاعه بروفيسور اسبارو، البروفيسور طبعا اسبارو، مش عارف اسم اليابانيين ده. اند هي وير انسبرابل، يعني الراجل ده البروفيسور دوت هو الكلب كان وير انسبرابل، لا يمكن ان يفصل، انسبرابل لا يمكن ان يفصل. رايت، قال لك فروم ذا ستارت، يعني مش كانوا بيسيبوا بعض من بدايه ما عرفوا بعض. المهم اتش دي كل يوم هاتشيكو وود اكمباني، هاتشيكو اللي هو الكلب كان بيصطحب هيز اونر، بيمشي مع صاحبه البروفيسور ات ذا امبيريال يونيفرستي، اللي هو طبعا كان شغال طبعا في جامعه كذا، تو سبور يو ترين ستيشن، الكلب كان بيمشي معاه لغايه المحطه. وين ليفت فور ورك، عشان يمشي طبعا يروح الشغل، يعني الراجل ده كان بيسافر كل يوم رايح جاي من الشغل، يعني الراجل ده كان كمبيوتر، لان كمبيوتر الشخص المسافر من والى العمل. وين كان باك، لما بيرجع ذا بروفيسور وود اولويز فايند ذا دوج، الراجل ده لما يروح الشغل يرجع بيلاقي الكلب طبعا بيشنتلي منتظره. سادلي، من المحزن، ذا بروفيسور، ان البروفيسور مات في العمل، في العمل بتاعه سنه كذا، بيفور يو كود ريتيرن، يعني مات في شغله قبل ما يرجع. اولزو هاتشيكو واز ستيل ا يانج دوج، بالرغم ان هاتشيكو كان كلب صغير، ذا بوند بتوين، العلاقه بتوين هيم اند هيز اونر واز فيري سترونج، العلاقه كانت قويه. اند يو كونتينيو، واستمر في انتظاره في المحطه كل يوم. سام تايمز، احيانا هي وود ستي زير، كان بيستنى هناك ايام ات ا تايم، في ميعاد عودته. زو سام بيليف، قال لك وبعض الناس اعتقدت ان هي كيبت ريتيرنج، ان الكلب كان بيستمر في العوده بيكوز فود، بسبب الطعام هو واز جيفن باي ذا ستريت فاندرز، اللي كان بيدوله طبعا بائعي الشوارع، يعني الناس كان عندها ظن ان الكلب ده بيرجع المحطه عشان بياعين المتجولين بيدوله اكل. هي بيكيم ا فاميليار سايت، واصبح طبعا منظر مألوف للناس، كمبيوتر اوفر تايم، اصبح طبعا مألوف للمسافرين من والى العمل. في عام 1934 ستاتيو اوف هيم ووز بوت اوت سايد ذا ستيشن، طبعا في عام كذا وضع تمثال للكلب ان كذا، هاتشيكو دايت مات في نفس المكان، هي لاست سو هيز فريند الايف. بسم الله. السؤال الاولاني، وات مورال دو وي ليرن، ايه هو طبعا الدرس المستفاد من القصه؟ دوجز لويالتي، طبعا اخلاص الكلب، اخلاص الكلب. 32 ذا ستاتيو، تمثال اوف دوج،
تمثال الكلب طبعا has become iconic as طبعا اصبح iconic يعني كعلامه مميزه ليه طبعا meeting point اصبح علامه مميزه ليه meeting point. رقم 33 the underlined word inseparable كلمه inseparable يعني لا يفصل سنين نفس معنى close يعني قريبين. 34 which of the following do you think is a true friend اي من التالي انت بتعتقد صديق حقيقي. الاجابه رقم b someone helps you understand difficult lesson لو وريت الباقي هتلاقي ما فيش الكلام ده. رقم 35 why did the dog keep going to the station للكلب كان مستمر في العودة إلى المحطة بعد وفاة طبعا المالك waiting منتظر يرجع كان فاكر أنه يرجع. 36 جملة حلو بروفيسور إسبيرو was a commuter كان مسافر من وإلى العمل على القطار. 37 why do you think the professor never came لماذا تعتقد أن البروفيسور عمره ما يرجع تاني لأنه مات يا جدعان. 38 according to the passage طبقا للقطعة how far did the people at the train station mistake إلى أي مدى الناس في المحطة كانوا مخطئين. طبعا كانوا مخطئين لأنه كان عندهم اعتقاد أن الكلب هم عندهم اعتقاد أن الكلب بيرجع عشان الطعام اللي بياخده من العمال أو آسف البائعين المتجولين. امتحان كويس يا رب نكون استفدنا منه ونستعد للامتحانات الجاية. ربنا يعينكم ربنا يعينكم.